السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فودي بوت ده من شركة جوجل، ان انت تكتب برومت يبدأ يحوله لك لفيديو. يعني الراجل بس كتب انا عايز كلب بيستمع للموسيقى وحاطط هيدفون وهاي ديتيل و 8K، بدأ يطلع له عنده الصورة ديت. هنا قال له انا عايز بعض الاشكال الجميلة ديت والخلط الالوان، فطلع له الفيديو دوت. وعلى فكرة حسب ما شركة جوجل قالت ان تقدر تعمل فيديوهات طويلة، مش مجرد بس 3 4 ثواني، لا ممكن تعمل حاجة طويلة. هنا عايز قطة روبوت بتاكل سباجيتي، دش الارض تعمل الحاجة ديت. دي كلها الفيديوهات جوجل عملتها بمجرد تكست يحولها لفيديو. هو للأسف كالعادة مع جوجل مش مديك فرصة ان انت تجربها، انت مجرد بس تتفرج على الحاجة ديت لحد ما يلاقوا حد يطلع المنتج، فيضطر ان هم يطلعوه لان هم السمعة بتاعتهم بتاعه مش عايزين حد يجرب حاجة فتطلع معاه اي كلام. فدي انا مثلا بيقول انا عايز اشوف 2 باندا بيلعبوا كارت او كورتشينا بالشكل دوت، رائد فضاء بيركب حصان. رائد فضاء بيركب حصان دي شفناها كتير، لكن اول مرة نشوفها بالجودة دي، فيديو بالجودة ديت. تمام، طبعا الفيديوهات لو دققت فيها قوي يعني معمولة بشكل احترافي، كل فيديو منه معمول بشكل احترافي، وتخيل تخيل 3 4 كلمات يطلع لك فيديو بالشكل دوت. باندا مثلا بيتكلم في التليفون. تمام، زائد ان هو عامل حتة حلوة قوي انه بدأ يضيف صوت او اوديو حسب الموضوع اللي انت عايزه. يعني انت عايز مثلا كلب مثلا، طب تعالى نسمع صوت ان هو حد بياكل فشار، وهنا هو قال له انا عايز دبدوب يلعب اللعبه ديت، عملها له وحط قال له البس نظاره، لبس نظاره بس. القطار صوت نار حقيقي، فلا معمول بشكل خطير. In the Amazon raccoon forest. فانت ممكن تقعد بقى تعمل كذا فيديو وتعملهم كلهم في فيل. تخيل تكون عندك قصة مثلا لأي كاتب مشهور انت بتحبه، وتبدأ بقى تاخد ايه فقرة فقرة وتبدأ تعمل فيلم كامل، وممكن تنزل فيلم كامل من خلال الخصائص الجميلة تحويل التكست لفيديوهات. وحط لك الورق البحث وشرح لك برضو ايه الفكرة. هما من زمان بيهدفوا ان هما يعملوا حاجة، انا مش بتكلم على فيديو بوت بس، بتكلم على الفكر بتاع جوجل ان هو عايز يعمل اداة من ذكاء صناعي تقبل تكست، تقبل ايمج، وتقبل فيديو، وتقبل صوت، وتخرج حسب ما انت عايز. عايز الصوت تديك صوت، عايز فيديو تطلع لك فيديو، عايز صور تطلع لك صور، وهكذا. فهو بيقول لك ان انت تديله تكست، ولو حابب ان انت تديله صورة فممكن تديله صورة، وممكن تديله صورة وتقول له عدل عليها من غير تكست، يعني اي واحدة منهم هتمشي معاك. تمام، وممكن تديله فيديوهين هو يبدأ يدمجهم مع بعض ويعمل ماسك بينهم، وبعد كده يبدأ بقى يطلع لك كل الحاجات اللي انت عايزها ويضيف لها الصور وكل حاجة. بيقول لك في تكست تو فيديو، ايمج تو فيديو، فيديو اديتنج لو عندك اي فيديو ممكن تقول له عدل لي عليه بالاشكال ديت. ممكن بعد كده تبقى في خاصية مثلا ان انت تديله كل الافلام القديمة وهو يلونها لك. تمام، بيقول لك ان انت تقدر تعمل افلام طويلة مش بس مجرد 2 سنين، لا ممكن تبقى الفيديوهات طويلة لو حابب ان شاء الله. هنا ادوله صورة وبدأ هو يعدل في الصورة ويعملها بالشكل ده. الحركة بتاعت الحصان دي مثلا صورة من حرب مثلا، فعمل لك فيديو بالشكل دوت. الموناليزا من دور دافنشي بدأ يعمل لك فيديو، اللوحة الفنية هو بدأ يخليها متحركة.
ممكن تديله صورة وهو بيلف حول الصورة ديت، بيوريلك من جميع الجوانب،